يقول خلوني يقضي لزومي واضرب الباب، يغنيني الله ولا بعض الميانة، يا ليتني ما وثقت بعض الأصحاب لعادها الله ولا يسقى زمانه. العام من شان عينه نزع الأحباب ونقوم ونطيح يوم الشانة شانه، واليوم صرنا بعينه مثل الأجناب حتى سلامه علينا فيه إهانة. عز الله أن جنينا بيض تغرب، لا هي زبيدي ولا هي عنصرانة، يا جامع الشمل جنب خاطر طاب، لعاد أشوفه تراها مع كمانة، لعاد تندب علي إلا اليغاب، جات الجفية ومسينا بطانة. لا تحسب المشكلة طبنا ولا طاب، المشكلة ما سلمنا من لسانه، والهرج ما عيب الطيب ولا عاب ولا ينزل رفيع من مكانه. الهرج ما عيب الطيب ولا عاب ولا ينزل رفيع من مكانه. الهرج ماله عن الأجواد مجناب لو جنب أهل المجامل والجبانة. اللوم كله على أبو زيد وذياب، لو قام كل على صهوة إحصانه. تم العرب عن بعضها صارت أحزاب، تمسي على الرافدين أرض الكنانة. وانعز الله أني ضحية بعض الأسباب، حقيتني هق وتمه هي تكانة. لو شيمت الشخص مع الأسماء والألقاب، قبل اسم جنسيته واسم الديانة. ماشي في مثلي عرب تخدع وترتاب، وتذوق طعم التنكر والخيانة. من طاع شوري يجنب شجرة الدار، أحياناً البعد نوع من الفطانة. بعض الرياجيل يبرالك وكذاب، ما غش بعض الملوك إلا البطانة. بعض الرياجيل يبرالك وكذاب، ما غش بعض الملوك إلا البطانة. أما توفقت في عكفان الأشناب اللي ذرها على الصاحب حصانة، ولا اقطع الصوت مرة واغلق الباب واكتب على الباب مغلق للصيانة. لا تقول لي مخطي ولا أقول لك ليه، ما في رقبتي للرديين، باع أوامر الدين الحنيفة ونواهي شريعة، ما أخذت عنها شريعة، ودامك تشوف اللي يشوفه وتانيه في سلمه، ما هي عليك بهزيعة. تلعب لأبو وجهين بخمس توجيه، ومصالح على نفادة وخديعة، يمدح في وجهه وإذا صد يعطيه، وهذاك نفس الوضع والوضع ضيعة. اكذب وجامع وجحد اللي تسويه، وتصير بين المجتمع في الطليعة. الصدق جمرة قلب محدن يدانيه، والصدق اجبر له انفوسنا وضيعة. اللي توده وده انك تجاريه، لو كان مخطي وده انك تطيعه. وانا المجامل استصيغه طلب فيه، ما هو بشر لكن قد هي طبيعة. العام كثرت العتب والمشاريع، ولا جريت الا الجهة والقطيعة. ترى النصيب يصيب ما فيه تغيير، لو تجبد امواج البحر وتغرفها، وعذر الرجال الوافية خله يصير، ابيك تعذرها وتقبل اسفها. العذر يقبل حصل فيه تبرير، من الرجال اللي صريح هدفها، وفي كل شيء قد تجوز المعاذير، الا على اعراض الرجال وشرفها. يا سعود يا مشكاي ويش التدابير، لا تشتكي جور السنين وشطفها، جور السنين يحل ويمر ويصير، راجع زمانك واكثر الناس شفها. الناس لاحقها من الوقت تاثير، وتصبر على باس السنين وصرفها، تميل ميلات المقادير وتغير، وان وصفت بتعذب اللي وصفها. فاحرص على قرب الرجال المناعير، اللي دروب المرجلة تحترفها، تلقى بخوتهم معزة وتقدير، ومجالس ما دنست من عرفها. لا قدر الله ثم رمتك المقادير، الرجل منهم وقفته لا وقفها، تسوالها فزعة صفوفة وطوابير، ما هو بلا شاف الصمايل حرفها. يقلط على الشدة كما سال مزير، وتمن به الديرة وهو في طرفها. لما زهمته قام يشتح كما الطير، نظف جنحانه وكف عكفها. واهل الردى مالك وراها مداوير، جنب مجالسها وجنب ولفها. لو ضحكت لك في السنين المياسير، لابد في وقت القسى تكتشفها. تفرح بك الشمات لو ذنبك صغير، وتحتار فاصغر غلطة تكترفها. يصير هم كبر هضبة شمنصير، لكن جنب معرفتها وعفها. لنذال رفقتها مهونة
وتقصير تكثر عنا روحك وتكثر حسفها، فالرفقة اللي ما تدلك على خير الله يلعنها ويلعن جدفها، ولا والرفقة اللي ما تدلك على خير الله يلعنها ويلعن جدفها، ولا ترادع جاهلين المحاضير لو تعترض لك كلمة اللاشاء طفها، احفظ لسانك لا بلوك المعاثير، والكلمة اللي دون ميزان خفها، يجوز ترمي كلمة دون تفكير والصبح سودان القلوب تخطفها واصدره، يجوز ترمي كلمة دون تفكير والصبح سودان القلوب تخطفها واصدر، ليا ما عفت صدار تبعير لا ترتجيها واطلب الله خلفها، ترى النصيب يصيب ما فيه تغيير لو تجبد امواج البحر وتغرفها، وعذر الرجال الوافية خله يصير ابيك تعذرها وتقبل اسفها، العذر يقبل لا حصل فيه تبرير من الرجال اللي صريح هدفها، وفي كل شيء قد تجوز المعاذير الا على اعراض الرجال وشرفها، وفي كل شيء قد تجوز المعاذير الا على اعراض الرجال وشرفها، اقولها وانا الذي سلوتي غير البعد عن ضيق البيوت وكنفها، اسج في خبت انكسته النواوير حيثه هوى روحي وحيثه نصفها، واسواق الاسهم والذهب والدنانير لو سلموها في يدي اصطرفها، ينوبها ملحم من ابن المناصير ارعابها زهر الفياض وقطفها. سلامتكم. يا حبيب الروح عامني بلينك التغلي صعب والفرقة في جيعه، اذكر الماضي وحطه نصب عينك، لا تحملني بحملنا ما استطيعه، انت توأم حب قلبي من سنينك، واتفقنا بالبساطة والطبيعة والغلا ما يفصله بيني وبينك، خبرة الدكتور عبد الله ربيعه، الا لا غيرت منهاجك أدينك، ولا تحط البيت الأسبق لك ذريعة، بس قل لي طول هذا الوقت وينك، ودي يعرف وش هي أسباب القطيعة، كان ظرف قاطعك ربي يعينك، عاذرك لا صار ما ظرفك خديعة، وكان بايعني في دين الله ودينك، ما تمسك غير في دين الشريعة، أبكى أنا ماني بلعبة في يدينك، واحد بيبيعني والله لبيعه. يقول عشنا زمان نوله غير تاليه، وتعاقبت سود الليالي سريعة، ونقول يا ليت آخره مثل ماضيه، نخطي وخلينا زمننا ذريعة، ننسى حسناته ونذكر مساويه، ونقول فيه من الصفات الشنيعة، والوقت ما له ذنب لو كان نبتسيه لطاح تركون البيوت الرفيعة، الناس فيها ناس تحتاج توجيه، والنقد والتوجيه ما تستطيعه، ولأن الرياء والكذب ماني براعيه، أبدلتهم بفجوج الأرض الوسيعة، والله يا لولا خاطر فيه ما فيه من الغضب لا حط فيهم وقيعة، لا تقول لي مخطي ولا أقول لك ليه، ما في رقبتي للرديين بيع أوامر الدين الحنيف ونواهيه، شريعة ما خدت عنها شريعة، ودامك تشوف اللي يشوفه وتسانيه في سلمهم ما هي عليك بهزيعة، يلعب لبو وجهين بو خمس توجيه ومصالح على نفاق وخديعة، يمدح في وجهه وإذا صد يعطيه، وهذاك نفس الوضع والوضع ضيعة، أكذب وجامل واجحد اللي تسويه وتصير بين المجتمع في الطليعة، الصدق جمرة قلب محدني دانيه، والكذب يجبر له نفوس وضيعة، اللي توده وده إنك تجاريه، لو كان مخطي وده إنك تطيعه، ولا كان يخطي صاحبك لا تخطيه، جامل ولا تنقد خطاه وصنيعه، وانا المجامل لست صيغه ولا ابغيه، ما هو قشر لكن قد هي طبيعه، العام كثرت العتب والمشاريه ولا جلت الجهه والقطيعه. سلام الله.